كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم البنات، جيتكم فيديو جديد ونهار جديد، نتمنى يعجبكم. اليوم البنات بغيت نصاوب معكم مملاحات ديال الشورت اتاي، نتمنىهم يعجبوكم. واخا نصاوبهم معكم، هذه واحد طلب ديال واحد السيده عزيزه وغاليه من بلجيكا، وقلت علاش لا ما نشاركهمش مع المشاهدين. وانتم تابعوني البنات، عندي هنا الزعتر، عندي هذا الخشخاش باش للزين، هانتوما ندير بعض الفرماجات، واحد جوج دامات د البنه، عندي واحد جوج معلقات ديال لاموطارت، زيت البلديه والروميه جوج كيسان، عندي جوج ياغوس طبيعي، التحميره السودانيه، البودره ديال الثومه، البزار، الملحه والزبده من طبيعه الحال جوج، لحقاش البنات راه جوج كيلو انتم عندي بزايد. وانتم تابعوني عليه، ندير هاد الفرماجات حتى هما، هاد الطماط البنة هانتوما نديرو مع الزبدة، الملحة معلقة كبيرة كيما كنعرفو المملاحات البنات كيبغيو مليحة، هانتوما واحد كاس الزيت مخلط بلدية ورومية، والكاس الثاني حيت جوج كيلو البنات لي غادي سميتو غيضاعف المقادير ديالو، وكنستعمل غير يد ديال البنات بحال نتوما كيفما شتو. جوج د الياغوت عندي هنا كيما قلتلكم، عندي البزار نتوما، عندي البودرة ديال التومة السودانية غنستعملوها في الحار إن شاء الله، واحد طريقة ديال الزعتر فوسطو البنات حيت غنديرو المذاق كله والمذاق ديالو، نحلو هاد لاموطارت، لاموطارت واحد جوج معلقات صغار هانتوما عامرين، واحد الخمارة د الكاطو البنات كنديرو غير نص في الكيلو، دابا راه غنديرو وحده لحقاش عندي جوج كيلو كيما قلتلكم. فهاد الخليط كاين اللي كيبغي يجمعو بالماء، بسم الله على بركة الله، كاين اللي كيبغي يجمعو بالماء، كاين اللي كيبغي يجمعو بالحليب، إوا من الأحسن هي بالماء لحقاش راه عندنا فيه الياغوت وعندنا الفرماج، عندنا بزاف الأشياء ديال الحليب، داكشي علاش نجمعوه بالماء إن شاء الله. وغندسوسو مزيان هاد الخليط ديالنا ونرجع عندكم إن شاء الله. هاد العجينة ديالنا هانتوما هي هادي، دابا غنقطعها على 8 ديال القطع ديال التقطيعات، هانتوما معايا باقي ان شاء الله، هانتوما هكا باش كل حاجة غنديرو فيها نكهة ومذاق، هانتوما حسبو معايا البنات. احنا عندنا ميزاننا راه هزات لي 3 د الكيسان د الماء البنات، 3 د الكيسان د الماء اللي هز لي هاد 2 كيلو ديال الطحين مع داك المكونات اللي درنا، هانتوما غنخرجو لنا التسعود، وحنايا تابعو معانا كل حاجة غنديروها إن شاء الله بنكهة. وهانتوما معانا ريبلات قبصات صغيورين إن شاء الله، العريسة هانتوما، هدر جوج الكرات، هتجي ماشي غير حاغة البنات، وهانتوما غادي نعلقها هكايا ونخدم هاد العجينة مزيان إن شاء الله ونرجع لكم. هانتوما هادو هو الحريبلات ديالنا ديال الفقيقصات، هما هادا غدخلنا بالقزيدرات الاخرين، وهاد القزيدره اللي بقات لنا هانتوما هي، ودابا ان شاء الله فاش يطيب غندوزو له التقطاع ديالو. هانتوما معانا ديالو الزعتر، نحبلو هكا
نقطعو هكا وغنقطعها البنات نديرو هذا على شكل طولي نستمر هكا تنكمل تقطع ان شاء الله ونرجع عندكم باش ما بقاش نطول البنات هذا قطعته على شكل مثلث كنا يعجبكم ها انتم المنظر ديالو كي جاي شفتو البيض ودرت له شويه الخشخاش وها انتم معايا ان شاء الله بها خوتي انتما غنديروا له الفرماج ديالنا حتى هو بالبيض غنديروا له الفرماج ديالو غنديروا على شكل فراشه انتما انتما هكذا وغنقطع ان شاء الله على شكل فراشه وغادي نرجع عندكم ان شاء الله انتما البنات هذا على شكل بابيي وهذا درنا هكا وغنديرو عليه الفرماج هانتوما نرشو الفرماج هكا وصافي ان شاء الله ندخلو الشيشة د الفرماج ماشي بزاف صافي هانتوما البنات هدا على شكل بابي هانتوما الا كان كيبانلكم وغادي ودهناه بالبيض ورشيت عليه الفرماج وغندخلو ان شاء الله للفران ونتمنى هاد التشكيلات ديال المملحات ديالي يعجبوكم وهانتوما معايا بعد ما يوجدو ان شاء الله وهذا هو اللي قطعنا بعد ما خرجنا من الفريغو هو هذا ديال الزعتر ايوا هادشي اللي كاين البنات دابا راه في الفرن غنديرو في الفران ان شاء الله ايوا انتم بعد ما يوجد ان شاء الله نتمنى هاد التشكيلات يعجبوكم ها انتم البنات هذا هو الكاتساس ديالنا ها انتم كيجاو دابا التقطيعه ديالو نتمنى تعجبكم ها انتم معنا ان شاء الله بعد ما نكملو الملاحات ديالنا مازلنا واحد الفرماج ونرجع معكم ان شاء الله هانتوما البنات رجعت لكم بعد ما كملت المملحات ديالي بالطياب هما هادو جوج كوموندات هانتوما رجعو رائعين هانتوما المنظر ديالهم جا زوين ومذاقهم ما نقولكمش الحاجه ديال الدار ماشي هي ديال الزنقه نتمنىهم يعجبوكم ونتمنى اللي صوت لهم هادشي قبلوا عليا وبالصحه والراحه الى فيديو اخر ان شاء الله